لنفترض جدلا أن بايدن لم يعود إلى هذه المفاوضات وتصرف مثل تصرف إدارة ترامب بالشروط الترامبية إن صح التعبير، يعني ألا تعتقد بأن هذا قد يعجل في ظل أنهم على بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر لإيران من الوصول إلى القنبلة النووية والتصرف عكس العالم ويتحولوا إلى كوريا الشمالية ثانية في المنطقة بشكل عام؟ ألا تعتقد أن الموقف سيكون أخطر إن لم تعد لمناقشة الأمور معهم وجها لوجه أو حتى بشكل غير مباشر؟ هذا السيناريو الأخطر الذي يعتبر كابوسا لا يريد أحد أن يعترف بوجوده. هذه الخطيئة تمت بالفعل مع كوريا الشمالية. من استطاع تحجيم كوريا الشمالية و يعني إلى حد كبير حتى ضبط إيقاع سلوكها كان ترامب، لأنه تعامل مع خيار القوة وليس الاستسلام الكامل. تم تحذيره في بداية عهده بأنه روسيا هي الخطر القائم، تعامل أيضا بطريقة أعتقد أنها أفضل من الطريقة التي تعامل فيها أوباما، باراك حسين أوباما، مع الخطر الروسي. الآن الصين، الآن ونحن نتحدث يفترض أن يكون بايدن يتحدث عن أوميكرون، هذا المتحور الجديد. لاحظ يعني الدنيا كيف بدأت تسير وينظر لها من جانب العدو، سواء العدو الإيراني أو غيره. للأسف هذا السيناريو نفس إيران لا تقوى على اعتماده. الموضوع ليس أكثر من تصريحات جوفاء، يعلمون أكثر من غيرهم، يعلمون من خلال متابعتهم للملف العراقي. يا عزيزي احنا ننسى، الذاكرة قصيرة للأسف. انظر وعد إلى تصريحات طهران عندما كان إكياس يقوم بالتفتيش الدولي على المنشآت العراقية الذين اتهموها في ذلك الحين، زوروا وتانا أنها تمتلك أسلحة دمار شامل. لاحظنا لعبة الإعلام وللأسف الكبر والتباهي بما هو غير موجود كيف أدى إلى نتائج كارثية. فهل تعتقد أن طهران لا تدرك أن تغييب وكالة دولية الطاقة الذرية عن منشآتها لن يكون ثمنه باهظا؟ طيب بالتأكيد هناك مرحليا حل، وأعتقد أنه هو الأرجح، وهو رفع جزئي مقابل تجميد جزئي.